السلام عليكم، كيفكم بنات؟ أتمنى أنكم صحة وعافية. في فيديو اليوم حبيت أن نأخذ بريك من الكروشيه والطبخات والفلوكس. بمناسبة السنة الميلادية الجديدة قررت أن يكون جلسة تحفيز وسوالف عفوية من قلبي لقلوبكم. من زمان كان بخاطري أنفذ فكرة المقطع بحيث أنه يحتوي على كلام مليان طاقة إيجابية، واللي عندها أي إضافة أكيد تقدر تكتبها بالتعليقات ونحس كأننا مجتمعين بمجلس واحد، لأن متابعاتي هم صحباتي. الحين تقدرين تجهزين مشروبك المفضل، قهوة أو شاي بالنعناع ساخن ولذيذ، وتتابعين معاي إلى نهاية المقطع. أتمنى للجميع عام سعيد ومليان بالإنجازات يا رب. ما راح أطول عليكم أكثر، ومشاهدة ممتعة. أول وأهم شغلة لازم تحطينها ببالك إن أي فكرة أو هدف ما سعيتي لها ولا خططتي لها ولا اشتغلتي عليها بشكل جدي وجالسة كسلانة بنفس روتين وعادات العام الماضي، كذا ما راح تتغيرين، لأن هدفك راح يكون مجرد حلم وأمنيات أو خيال وما راح يتحقق بهالطريقة، لأن باختصار أنتي ودك وعندك رغبة لكن ما تحركتي وما اشتغلتي على نفسك. طيب لطيفة، خليك واضحة شوي، كيف يكون عندي دافع يحمسني أو كيف أبدأ؟ طبعا الأمثلة مرة كثير وتختلف على حسب عمرك وظروفك المحيطة، لكن حاولت أعطيكم مثال بسيط جدا وأغلبنا مرينا فيه، بحكم أن أغلب الفئة العمرية اللي تابعوني من 16 سنة إلى 24، فأغلبكم بمدرسة أو بجامعة أو تخرجوا. طيب أول مثال، أبي أنجح بدراستي وأرفع رأس أهلي وأحلم أني أتكرم وأخذ مرتبة الشرف الأولى على مستوى المنطقة. حلو، ممتاز، هذه أول خطوة أني حطيت هدف معين ببالي وناوية أوصل له. طيب الحين أنتوا تخيلوا أنكم قاعدين تبنون بيت، فالقاعدة الأساسية والخطوة الأولى أن حطينا الهدف ببالنا، لكن هذا ما يكفي لأنه هو مجرد حلم ورغبة. ننتقل الحين للخطوة الثانية، إما أنك ترجعين من الدوام تنامين، بعدها تصحين تطلعين مع صحباتك أو قرايبك طول اليوم على الجوال ويلا على هالموال، ترجعين تنامين، من بكرة تبدأ المحاضرات، تذلين نفسك للطالبات الشاطرات وتبدين حل الواجب قبل لا تدخل الدكتورة بدقائق، أو أنك تجزمين أن روتينك يتغير بالكامل، يعني تحاولين تعطين كل شيء حقه وأنتي على رأس القائمة. يعني مثلا تخصصين وقت للدراسة وحل الواجبات والمذاكرات في حال أن عندك اختبار، بحيث أنك تقفلين الجوال أو تحذفين برامج التواصل الاجتماعي اللي تشغلك عن مهامك الأكاديمية. كذا راح تنجزين في وقت قصير وتكافئين نفسك بطلعة مع أشخاص تحبينهم وتنبسطين معاهم، سواء القهوة أو عشاء أو تروحين الصالون، كل هذه الأشياء تجدد من النفسية وكأنك أخذت بريك من ضغوط الدراسة أو من ضغوط الحياة بشكل عام، عشان تستعيدين طاقتك من جديد وترجعين بحماس. وبما أني ما زلت في الخطوة الثانية، حبيت أن الشرح فيها يكون مفصل وواضح أكثر، فدايما حطي هدفك قدام عينك، يعني لازم تشوفينه، سواء تعلقينه على الجدار أو تكتبين عبارات تحفيزية على إطار صور أو تطبعينها بشكل حلو مرتب وتثبتينها على الطاولة أو على مكتب، أو ممكن تستخدمين المشابك الخشبية الملونة تلاقينها متوفرة بكثرة في محلات الكماليات، تثبتين عليها النوتس أو قائمة المهام اليومية. الخطوة الثالثة مرتبطة بالخطوة الثانية، لأن ما يصير حرمان وصرامة بدون تدليع، يعني ضروري أن نكافئ أنفسنا كل فترة. فنصيحة بشكل عام، خلي عندك ركن بغرفتك حق الروقان والدلع، تمارسين فيه هواياتك أو تتفرجين على فيلم أو تسوين عناية بسيطة لأظافرك، وحبذا لو كان هذا المكان عبارة عن مكتب أو أي طاولة وكرسي، ما يهم الحجم أو الموديل أو الشكل أو اللون، ابدعي بستايلك، المهم لما تجلسين هناك تكوني مرتاحة فيه ومزاجك مرة عالي ورايقة. وعندكم تطبيق اسمه بنترست تقدرين تاخذين منه أفكار في تصميم الديكور وتنسقينه على حسب ذوقك. لا تستهينين أبدا بهذه الخطوات الثلاث البسيطة، ما راح تاخذ من وقتك كثير، حاول أنك ترتبين مهامك وتنسقين جدولك على حسب الشيء اللي يناسبك واللي مريح بالنسبة لك أنتي. بكذا بتلاحظين أنك بعد شهر تقريبا قطعتي مشوار مرة طويل وأنجزتي مهامك في وقت
جدا قصير، وفعلا بتلاحظين في تغيير حتى لو كان بسيط جدا. أهم نقطة أنك تسعين لهدفك ولا توقفين وتستمرين على نفس النهج. مثال ثاني، لو أنا حاطة في بالي مشروع عمل يدوي، إما خياطة أو طبخ أو بوفيهات مثلا، أكلات رئيسية ومقبلات للمناسبات الكبيرة والزواجات، أو متجر كيك وحلويات، أو فكرة مشروع جديدة ما سبق أحد جربها. طبعا راح نرجع نكرر نفس الخطوات الثلاث. أول شيء حطيت فكرة المشروع في بالي، الخطوة الثانية راح أرجع أرتب المهام والأفكار والأشياء اللي أنا أحتاج لها، فراح أكيد أبحث عن مصدر يوفر لي الخامات والأدوات بأقل تكلفة ممكنة، وهذا الموضوع يحتاج لدراسة جدوى ومرة كبير وطويل، بس حبيت أني أضيفه من ضمن الأمثلة عشان يكون كلامي واضح لأكثر من فئة عمرية. هنا نتكلم عن مشاريع الأكل، بما أن المشروع هذا حساس شوي وفيه له تاريخ انتهاء وتاريخ إنتاج، ممكن يعفن وممكن يكون فيها حشرات وإلى آخره. لو تشوفون أكبر الشركات الموجودة حاليا، لما نسمع اسمها نقول إيه هذه منتجاتها دايما لذيذة وتواجه وما تفشل. تتوقعون كيف وصلت لسمعتها هذه وكيف أخذت ثقة العملاء؟ لأن عندها طموح، بالتالي في تخطيط ودراسة لكل خطوة قبل التنفيذ. وطبعا أهم شيء نركز على الأمانة وجودة المنتج والتغليف الجذاب والإعلانات. المثال الثالث والأخير، لو أنا حاطة في بالي شغلة معينة وقيمتها أو تكلفتها شوي عالية، لكن أنا عندي رغبة أني أشتريها أو أحصل عليها. طبعا ما ودي أني أتعمق بهالموضوع كثير لأن الظروف العائلية تختلف من بيت لبيت، لكن بشكل عام الفكرة الأساسية والشكل الطبيعي اللي احنا عارفينه انه الأب هو اللي يصرف، واحيانا في حالنا الأم موظفة ممكن تمد يدها وتساعد برغبتها. طيب قد فكرت لمتى استمر اطلب من امي وابوي مصروفي الشهري؟ متى يجي اليوم اللي انا اعتمد على نفسي واعطيهم بدل لا اخذ منهم؟ عشان احس بقيمة الشيء هذا لازم اني اشد على نفسي شوي واكون صارمة واخفف من مصاريف الرفاهية الزايدة، يعني بدل لا اطلع كل يوم اكل من برا او اسوي شوبينج زي ما أنا مثلا متعودة كل أسبوعين أو كل شهر مرة، ممكن أقلل طلعاتي هذه وأخفف من مصاريفي وأوفر هذا المبلغ وأجمع لحلمي. بكذا راح أحصل عليه بشكل أسرع، راح أحافظ عليه لأن جاني بعد تعب وصبر ومن عرق جبيني، يعني مو بسهولة حصلت عليه. حاولت قدر المستطاع أني أعطيكم أمثلة عامة ومختلفة بغض النظر عن إمكانيات المشاهد، لكن أتمنى أن وصلت لكم الفكرة. ما أدري ليش معظم الناس ما أخذين فكرة أن يشوفون بداية السنة من شهر واحد، بداية الشهر من أول يوم، بداية الأسبوع من يوم الأحد، بداية اليوم من ساعات الصباح الأولى. وأقرب مثال، لما كثير نسمع ناس يقولون راح أبدأ نظام غذائي صحي وأنحف وأسوي رجيم من يوم الأحد. طيب ليش اخترت يوم الأحد؟ ليش ما تختار مثلا يوم الأثنين أو يوم الجمعة؟ وش معنى يوم الأحد؟ وعشان ما أتوهكم، مقصدي إن مفروض ما نحط ببالنا أفكار وهمية، أو بمعنى أصح خلينا نقول إن نتعمد نخلق عقبات وعوائق تحبطنا وتأخر من تحقيق طموحنا وأحلامنا، وننتظر بدايات معينة بتاريخ محدد. لا، مرة غلط. اسعى لحلمك في أي وقت وأي ساعة وأي يوم وأي شهر. التغيير والإنجاز ما له وقت محدد، أهم شيء تشتغل على نفسك وتطور مهاراتك وتخطط أحلامك وترسم مشاريعك بخطوات راسية وبطيئة ومدروسة، وبالتدريج صدقني راح تلاقي نفسك تتغير للأفضل ولو بشيء بسيط. يا أخي يقهروني اللي يقولون أنا أصلا عارف حظي، دايما تذكروا أن عقل الإنسان الباطني زي الطفل بالضبط، نقدر نلعب عليه على حسب أهدافنا. لو تكلمت بصوت عالي وإذنك تسمع الكلام اللي أنت جالس تقوله، راح تقتنع فيه وتنفذه بكل حماس، ولما تنجح بهالشغلة بتقول واو كيف أنا سويت كذا، أو كيف أنا وصلت لهالمرحلة، أو كيف أنا أنجزت هالشغلة. والعكس صحيح برضو، لو قلت مثلا ما أقدر وإذنك سمعت الشغلة اللي أنت قلتها، راح تقتنع انك صدق ما تقدر وتفوت عليك فرص كثيرة ممكن لو انك حاولت راح تنجح فيها.
يعني بشكل مختصر وواضح أكثر، لما أفكر إني خسرت شيء معين بقول الحمد لله، على الأقل إني جربت كل الفرص المتاحة قدامي ويكفيني شرف المحاولة لأني ما استسلمت. أهم نقطة ضروري كلنا نركز عليها، إن أنا بالأمس غير عن اليوم غير عن بكرة. أطور من نفسي، أغير عادة سيئة، وعمرك لا تقارن نفسك بأحد. دائما قارن نفسك بحالك سابقا، شوف كيف كنت وكيف صرت، وخلى تحدي بينك وبين نفسك، لا تنتظر التشجيع يجيك من شخص معين. طيب عشان ما أتوهكم أكثر ونطلع خارج إطار الموضوع، كثير نسمع من الأشخاص يقولون ملل، طفش، ما عندي شيء أسويه. ترى الفراغ نعمة حلو أن نستغله بحاجة تفيدنا، وممكن تدر علينا دخل إضافي، ممكن نسجل في نادي، نغير نظامنا الغذائي، نرسم جسمنا، وبالتالي راح تزيد ثقتنا بنفسنا ونتحمس أن ننزل للسوق ونشتري أشياء حلوة. مثلا خذي دورات عن مجال تحبينه مثل الميك اب، وبعدها يكون عندك شهادة معترف فيها وتقدرين تفتحين مشروع خاص فيك، أو تسجلين في دورات تعزز من سيرتك الذاتية وتزيد فرص حصولك على وظيفة تناسب قدراتك ومريحة لك، أو تعلمي مهارات جديدة مثل الطبخ والقيادة أو السباحة إلى آخره. قسمي جدولك، أعطي نفسك حقها، لا تقصرين معها. كل ما تعطين نفسك أكثر كل ما نفسك تعطيك، لأن صدقوني الصحة الجسدية تعتمد على الصحة النفسية. كل ما زانت نفسيتك كل ما قلت عندك الأمراض بإذن الله. وبتعرفون كلامي زين لما تشوفون بعض أقاربكم خصوصا الكبار بالسن لما يروحون للدكاترة يقول لا تعصبين يا خالة، أو لا تعصب يا خال، لا تزعل، حاول أن ما تكون في ضغط نفسي وما تتوتر كثير، حاول أنك تطلع تسافر تغير جو، لو إن شاء الله تروح تمشي ربع ساعة بالحديقة، ترى المشي مرة كويس ويفرز هرمون السعادة. قسمي جدولك، حافظي على مزاجك، حاولي ما تاخذين أي قرار مصيري بلحظة غضب. تكفون بنات، فكروا بكلامي مرة كويس، ترى صدق طالع من القلب وأتمنى أنه يوصل لقلوبكم. وش فيه أجمل من شعور لما يجي وقت النوم توك ماخذ حمام لطيف، مسوي سكراب للجسم أو ماسك للوجه، أو حطيتي زيت ربع ساعة بشعرك، وبعدها عطرك المفضل ومناكير وشوية دلع أو فيلم مسلسل تحبينه، خصوصا إذا كان كوميدي راح تضحكين ويتغير مزاجك، وتحطين راسك على المخدة وانتي مبتسمة بعد ما تصلين صلاة الوتر وتقرين سورة الملك. تنهيدة سعادة طويلة، والله العظيم إن شعور أتمنى كلكم توصلوا له. وقبل تنامين تقولين الله أنا فخورة بنفسي، اليوم أنا أنجزت كذا، طورت نفسي في مجال كذا، جالسة تشوفين تحسن كبير بنفسيتك وثقة عالية بالنفس. هذا الشعور جدا جميل ولا يوصف. حاولي قدر المستطاع أنك تعيدين حساب أولوياتك بالحياة، حددي نواياك وأهدافك بالطريقة اللي تريحك، سواء ملاحظات بالجوال أو تطبيق تقويم بجوالك برضو، أو أوراق تعلقينها خلفية على جدار مكتبك، أو دفتر ملاحظات جنب سريرك. كل فترة دلعي نفسك بوسيلة رفاهية جديدة ولو حاجة جدا بسيطة، مو شرط انك تسافرين، مو شرط انك تدفعين مبالغ كبيرة، لان هدفنا مو كم ندفع، لان كل ما دفعنا اكثر يعني راح ننبسط اكثر. كلنا عارفين ان الفلوس وسيلة وما هي بغاية، واكيد الكل يحتاجها وما يستغني عنها، لكن انا مقصدي انه ما توصلين لمرحلة الاحباط، لان احنا هدفنا ان ننبسط بالموجود وباللي نقدر عليه. صدقيني ان الرضا والقناعة كنز البعض محروم منها، ودايما ارفع يدك رب العالمين وما تطلبين من غيره. وبس بكذا وصلنا لنهاية المقطع، أتمنى أنه يكون خفيف لطيف والكل استفاد واستمتع. لا تنسون تدعموني عن طريق اللايك، تشتركون في قناتي في حال أنكم متابعين جدد، عشان يوصلكم كل جديد أول بأول. في حال حسيتي أو حسيت أنه أحد من أصحابك أو أقاربك محتاج يسمع هالكلام ويتحفز، وشفتوه هالفترة محبط شوي، ياليت ترسلوا له المقطع عشان نقدر نسعد أكبر شريحة ممكنة، لأن صدق أنا حابة أنه هالعام الكل ينسى مشاكل العام الماضي والظروف السيئة اللي مرينا فيها، ونبدأ صفحة جديدة بيضاء كلها تفاؤل وإنجازات وأشياء وأخبار حلوة. في حال أني اختفيت من اليوتيوب وفقدتوني، أكيد راح تلاقوني متفاعلة أكثر
في برامج التواصل الاجتماعي الثانية، راح أحط لكم السناب شات والإنستغرام والتيك توك حقي. أتمنى أنكم تضيفوني عشان تتابعون يومياتي وتشاركوني تعليقاتكم الحلوة. أشوفكم في الفيديو الجاي إن شاء الله، ومع السلامة.